القبائل كوتوكو في بداية المقابلة، ولم يتلقى الدفاع الجزائري الهدف الأول والوحيد إلا في الدقيقة 24، وبعد الخطأ الوحيد أيضا لدفاع الشبيبة لتركه جوديبا بدون حراسة ليمرر كرة رأسية للاعب الدولي سارفو جينفي. إنه الهدف الأول بعد بعد اللاعب عن كل مضايقة. شبيبة القبائل بعد هذا الهدف وبعد التصدي لكل المحاولات التي تبعت الهدف استرجعت ثقتها وطبقت طريقتها المعهودة. لاعب منظم بتمريرات قصيرة وهجمات معاكسة خطيرة انطلاقا من الدفاع بقيادة صدمي أقدم عنصر، لكن السرعة والتسرع وحتى الحظ لم يكونوا حلفاء الشبيبة أمام نقص قلب هجوم حقيقي يصطاد الكرات ويحولها إلى أهداف أو هدف ثمين خارج القواعد. الشبيبة اصطدمت بدفاع غاني متماسك والحارس العملاق والبارع محمد أودوم، رغم أن دوره كان أقل من دور مراد عمارة في يومه بين قوسين، حيث تصدى لكل الكرات خاصة تلك العالية الموجهة من دفاع ووسط ميدان أشانتي كوتوكو. شبيبة القبائل لم تتأثر إطلاقا لا بالحرارة ولا بال60 ألف متفرج، وفوتت الفرص على خصمها وعلى نفسها لتعديل النتيجة خاصة في الدقيقة 43 من الشوط الأول عن طريق جانيت عبد الرزاق. الشوط الثاني وبعد بعض المحاولات الخطيرة من رفاق ستانلي أبورا قصد تعميق الفارق وتحقيق الكاو في بداية الشوط الثاني خاصة عن طريق أوسي وأشون. الشبيبة بقيادة موسى صايب القلب النابض للصفر تستعيد السيطرة على المقابلة، لكن بدون تجسيد هذا التفوق خاصة بعد الفرص التي أهدرت من طرف مدان وخاصة جانيت، وهذا للتسرع بل الإفراط في السرعة أمام الحارس محمد أودوم الذي لولاه لكانت النتيجة غير المحصل عليها، أي هدف مقابل صفر. الدفاع القبائلي استرجع ثقته وتركيزه مع مرور الوقت، الشيء الذي دفع بالمهاجمين الغانيين بين قوسين الغانيون يلقبون ببرازيلي إفريقيا، وهذا طبعا للفنيات العالية التي يتميزون بها عن بقية لاعبي إفريقيا. قلت المهاجمون كثفوا من هجوماتهم وهنا فتحوا المجال أمام الشبيبة التي سيطرت مرة أخرى على وسط الميدان وأغلب الكرات ووفرت فرص سانحة لتسجيل لكل من صايب آية الطهر وجانيت على التوالي، لكن المهم قد حقق بكوماسي وهو الانهزام بأضعف نتيجة هدف مقابل صفر. ويبقى الأهم هو التأهل إلى الدور النهائي للمرة الثانية وإهداء لقب جديد للجزائر. المدرب علي فرقاني متفائل وراضي على أداء اللاعبين، لكن يرى بأن لقاء العودة سيكون أصعب أمام أشانتي كوتوكو صاحب الفنيات العالية والذي لا يخسر شيئا في لقاء الجزائر. خليفة حامي مركب هذه اللقطات وكل الرياضيين يتمنون حظا سعيدا للشبيبة في هذا اللقاء وفي النهائي المنتظر بين الشبيبة وممثل نيجيريا أو زامبيا.